السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء والحسن والحسين، أشهد أنك جاهدت في سبيل الله ونصرت الحسين ابن بنت رسول الله وواسيت بنفسك وبذلت مهجتك، فعليك من الله السلام التام. السلام عليك أيها القمر الزاهر، السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر الأسدي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي الداعي الحفي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك الحسين عليه السلام علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك، يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي، اشهد لي بهذه الشهادة عندك لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. والسلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا سيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر ورحمة الله وبركاته.